اللياقة البدنية والقدرات الذهنية والعمل الجماعي عناصر أساسية لتحقيق الانتصار. هني تحديات ذهنية وبدنية تتطلب قدرة على التفكير الاستراتيجي والقوة البدنية للتعامل مع الألعاب الحكومية. بعد نجاح مبهر في نسختين سابقتين تقام الدورة الثالثة من الألعاب الحكومية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية ماي ووش. الجديد في هذه النسخة إضافة فئة جديدة لأفراد المجتمع تحمل اسم الألعاب المجتمعية إلى جانب الألعاب الحكومية. في هالفئة يقدر أي حد يكون فريق من 5 أفراد ويشارك في التحدي، وبيشارك في هالفئة لأول مرة فريق F3 بطل النسختين السابقتين. الألعاب الحكومية أكبر سباق تحدي الموانع في المنطقة، 1.8 كيلومتر من الحديد المستخدم لتنفيذ منطقة الألعاب، 51500 جالون ماء مستخدم. طبعا السنة 2021 طبعا احنا رجعنا للألعاب الحكومية. السنة احنا عنا اللي هي الفئة المجتمعية. الفئة المجتمعية أول مرة احنا نفتحها للمجتمع، كل أفراد المجتمع. اليوم عنا مشاركة من جميع إمارات الدولة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في دولة الإمارات. تستعد الفرق في هذه النقطة قبل انطلاق الألعاب الحكومية، الجميع متحمس، أجواء حماسية هني في منطقة التسخين ومنطقة الانتظار، الكل متحمس وجاهز للانطلاقة. فريق أبوظبي اليوم يستعد قبل الانطلاقة، تحضيراتكم كابتن الفريق؟ والله التحضيرات كانت قوية صراحة، بالذات هالبطولة هذه تحظى يعني مكانة كبيرة عندنا، والفريق مستعد إن شاء الله، وإن شاء الله اليوم راح نثبت أن نحن رقم صعب مثل ما كنا في التصفيات رقم صعب. إن شاء الله راح نثبت. How you feel? Feel excited. I think you are sleepy guys. Oh no man, you will see. Show me your excitement. Let's go. Come here. قبل الانطلاقة تحضيراتكم واستعداداتكم؟ إن شاء الله أننا جاهزين نحن حق هاي البطولة ومجهزين لها إن شاء الله، وإن شاء الله نطمح على المراكز الأولى بإذن الله إن شاء الله. انت كابتن الفريق، واثقه فريقك؟ اكيد واثقه فريقي. منو اللي متخوفه منها؟ لا ولا وحده. ولا وحده؟ كلهم ترى يبالها تفكير. لا 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 لا، مو بلياقه ورياضه وخلاص. كلهم. انت كابتن الفريق؟ اي نعم. استعدادات فريقك؟ استعدادات اكمل وجه، تمرين بشكل يومي مع الفريق، نتمرن مختلف التمرينات، تمرينات خارجيه في الصاله، تمرينات جري وغيرها من التمرينات، تمرينات التحمل، كان في بحر وحتى في الجمل اتمرن بعد. متحمسين؟ اكيد حماس فوق. انا اشوفهم شوي راقدين. انا ان شاء الله متحمسين. To get to the final is for sure our goal, and then in the final Haliwali is anyone's game. الوثبة سايكلينج تيم مستعدين؟ مستعدين بمشيئة الله تعالى. كابتن الفريق، هل عندك الثقة في فريقك اليوم؟ 100%، الفريق ما شاء الله كلهم أثلت وكلهم ما شاء الله عليهم. بينافس؟ بننافس بمشيئة الله. تراكم الوثبة؟ أيوة أيوة، إن شاء الله جاهزين جاهزين بمشيئة الله جاهزين. أجواء حماسية هني في قرية إكسبو، كل فئات المجتمع اليوم متواجدة، مواطنين، مقيمين، سياح يتواجدون لأجل الألعاب الحكومية. دقائق وتنطلق الألعاب وتنطلق المنافسة والأجواء ولا أروع. والله الحقيقة يعني الواحد فعلا اعتبرها استثنائية. أولا طبعا حرص صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد أن يشارك في هذه النسخة كما شارك في النسخ السابقة، يؤكد ويعزز دور المؤسسات الموجودة سواء الحكومية أو الاتحادية وحتى الخاصة. بدأت الفرق المشاركة بالدخول وعددها 137 فريق.
الجميع مستعد لنقطة الانطلاقة ومن سيكون بطل الألعاب الحكومية لهذا العام. اليوم قاعدين نشوف المتطوعين والمتطوعات منتشرين في كل مكان هنا. نعم الصراحة مبادرة وايد حلوة، حبينا ان احنا نشارك في هاي البطولة وهاي المبادرة كمتطوعين. اول شيء نخدم وطننا ونشارك في هاي البطولة كاسم المتطوعين، واحب اشكر كل المتطوعين اللي ساهموا وشاركوا في هذا اليوم. المنافسة في الألعاب الحكومية مستمرة 3 أيام. عبد الرحمن العوضي من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مشارك في اليوم الثاني، استعداداتكم وتحضيراتكم؟ إن شاء الله بإذن الله جاهزين هالسنة، إن شاء الله بيكون أداءنا مغاير على السنة اللي طافت مع فريق أقوى إن شاء الله، وتكون نتائجنا طيبة. جاي اليوم تسرق الأفكار وتأخذ التكنيك؟ لازم نعرف، لأن هاي السنة ما شاء الله مغيرين كل الألعاب يعني، فجايين نأخذ فكرة. في منطقة الاستراحة هذه الناس تستريح، تأخذ لها قهوة، تأكلها شيء، تسوي رفرش سريع وتشوف المنافسة لايف مثل ما تشوفون. الجماعة متحمسين هناك، وتو ياسين تضربوه بالخمس؟ لا لازم انت تكون شو معبي داخل عشان تكون مركز. أشكرك. نعم تجهيزاتكم والله ان شاء الله ان شاء الله. نحن صار لنا فترة يعني تقريبا 90% من الألعاب اللي نحن متمكنين منها إن شاء الله باكر. جمارك أبو ظبي ترى يومكم وايد. الأول إن شاء الله. ها؟ الأول إن شاء الله. هذا تصريح خطير. تصريح نعم. جاهزين؟ 100%. واثق من فريقك؟ 100%، ما يبى له كلام. فريقك ياس يضرب بالخمس وناسي البطولة. استعداد حق باكر، لازم فات. انطلقت الألعاب الحكومية بمشاركة 137 فريق ومستمرة، ما راح تنتهي لأنها غرست في جميع الفرق وفي كل المشاركين روح الفريق الواحد. شكرا سيدي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على هذه المبادرات وعلى هذا اليوم الرياضي وعلى هذه الملحمة الرياضية الأخوية الجميلة بين كل المشاركين.